استاذ خالد ميري، مدير تحرير جريده الاخبار وعضو مجلس اداره نقابه الصحفيين، تقييم حضرتك لجلسه افتتاح المؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي النهارده؟ اعتقد ان الجلسه ناجحه جدا، يعني هذا الحضور المكثف سواء من المسؤولين بيتقدمهم رئيس الوزراء، من شيوخ الوزاره والاقتصاد والاستثمار، من كبار رجال الاعمال، من حتى الدبلوماسيين، حتى العلماء وعلى راسهم العالم الكبير احمد زويل. ايضا هذا الحضور المكثف من مختلف وسائل الاعلام اعتقد ان بدايه قويه جدا وبدايه مشجعه جدا، وبتؤكد ان المؤتمر ان شاء الله يوصل للنتائج اللي احنا عايزينها، ان يبقى فيه بالفعل برنامج عمل يساهم في دفع هذه البلد الى الامام ويساهم في حل المشاكل المتراكمه على مدار السنوات الماضيه. دايما اخبار يوم رائده ويعني بتساهم في حل مشاكل المجتمع، كلمنا اكتر عن يعني عن فكره المؤتمر وتنظيمه وحضرتك احد المشاركين. قطعا اخبار اليوم كانت رائده وما زالت رائده وستظل رائده ان شاء الله. الاستاذ ياسر رزق وكتيبه العاملين في اخبار اليوم كانوا حريصين على المساهمه، ليس فقط من خلال وسائل الاعلام تعمل بحياد ولا تهتم الا بالقارئ وبمصلحه هذا الشعب وتضع مصلحه الشعب في المقدمه، لكن ايضا بتشارك المؤسسه بفعاليه من خلال هذا المؤتمر في مواجهه احد اهم المشاكل او اكبر مشكله على الاطلاق بتواجه مصر في الفتره الحاليه وهي المشكله الاقتصاديه. فكره المؤتمر جت لما كان الرئيس السيسي التقى برجال الاعمال ايضا في منتدى اخبار اليوم، وتحدث الحضور عن الحاجه الى عقد مثل هذا المؤتمر تمهيدا لعقد المؤتمر الذي دعا اليه العاهل السعودي في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. هذا المؤتمر اعتقد انه بالفعل بدايه جديده لمصر، بدايه مشجعه للاقتصاد المصري، بيؤكد ان مصر ان شاء الله بتسير على الطريق الصحيح، وان شاء الله اي مشاكل مصر قادره على حلها. واخبار اليوم كانت وستظل في قلب كل مصري وفي قلب مصر وفي قلب مواجهه مشاكل مصر.